وهنروح دلوقتي لزميلتنا بقى في الاستوديو منى، تقول لنا اخبار الجو ايه. ويعني منى الله يخليكي، هديكي صحه وامل. الجو تعبنا من البرد، يعني قولي درجه حراره هتعلى النهارده. الجو افضل من امبارح، وامبارح كان افضل من اول امبارح، يعني ممكن نقول الاسبوع ده كان افضل من الاسبوع اللي ده كلامك ولا كلام هيئه الارصاد؟ بس عشان نبقى متفقين، انا وهيئه الارصاد واحد. انا مش حاسه بحاجه يا منى، انا لسه بردانه زي ما انا. ما انت برده يا بسبوسه، احنا عارفين يعني، فسالت انت بتبردي شويه، بس يعني اجمالا احنا في الشتاء ومتوقعين انه يفضل برد شويه، بس الجو عاتفه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضلي منى. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، ومائل للبروده على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وهيكون مائل للبروده على جنوب الصعيد كمان. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. والنهاردة كمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وكمان هيكون في أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 15 والصغرى 10، الإسكندرية 16-11، مطروح 15-10، سيوة 17-5، بورسعيد 17-10، دمياط 16-10، الإسماعيلية 16-9 والسويس 16-9. العريش العظمى فيها 16 والصغرى 9، كاترين 12-2، طابة الجو فيها أفضل 15-10، شرم الشيخ 20-13، الغردقة 20-12، الفيوم 16-3، بني سويف 16-5، والمنيا 16-5. أسيوط العظمى فيها 16 والصغرى 4، سوهاج 17-5، قنا 17-6، الأقصر 19-7، أسوان 19-7، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 22-11، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 12. اجمالا لما بنلاقي مطره بنبقى عارفين بعدها ان لو كان في اتربه الجو بيهدى شويه، وان كمان الدفى بيزيد او درجه الحراره بترتفع شويه صغيره بعد المطره. فبرضو المطره كلها خير وكلها رزق، ربنا يجعل ايامنا كلها كده مليانه خير. نرجع بقى لاحمد والبسنت نكمل باقي الحلقه. اتفضلي احمد واتفضلي البسنت. شكرا يا منى. يعني مجمل كده الدرجات دي، احنا الحمد لله فعلا احسن من الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده كله مستمر ان شاء الله افضل ان شاء الله. شكرا يا منى. شكرا.